نحن الآن في ذروة فصل الصيف، حيث درجات الحرارة مرتفعة جداً. هذا في السنوات العادية، أما في الحقبة الحالية حيث الاحتباس الحراري، فإن درجات الحرارة تسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة. الحرارة هنا الآن حوالي 35 درجة، وهي حرارة معقولة إلى حد ما. طيب، أما أكادير في المغرب فقد سجلت أمس الجمعة في المتوسط 49 درجة مئوية، ووصلت أقصى حرارة ل 50.4 من عشرة، وهو رقم قياسي هناك. لكن ما زاد الطين بلة أن أكادير تشهد من الأصل أصلاً يعني زوابع وعواصف رملية لونت السماء باللون البرتقالي، وكأننا في المريخ. فلنشاهد. لا إله إلا الله. سرفانا شو؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله. شو الناس دي شباب؟ فت في هذا كامل. الله. أمي أي تحلو هذا؟ أي تحلو هذا؟ أعلى درجة حرارة سجلت في التاريخ كانت 56.7 من عشرة درجة. طيب، لكن ما سجلته أكادير كان رقماً مفزعاً، لذلك لا نستغرب أن نشاهد بعض التعليقات مثل هذا التعليق نساي الذي قال بأن يوم القيامة في أكادير، طبعاً وفقاً للمشاهد التي رأيناها. حساب باسم هوستانو الذي قال أيضاً، لا أعلم من أين تأتون بهذه الأسماء. طيب، أقول لكم إنها نهاية العالم. أما جيف الذي قال ركزوا على حماية كبار السن بقدر الإمكان. نصيحة مهمة يا جيف، الأطفال أيضاً يا جيف الأطفال، لأن أجسام كليهما عرضة أكبر للإصابة وعدم احتمال هذه الحرارة. قصصنا مستمرة، ولكن بالتأكيد نتابعها بعد فاصل قصير.